أين أنت؟ سؤال سأله الله في القديم لآدم حين أخطأ خطيته الأولى في جنة عدن. صار الصوت الإلهي قائلاً: آدم أين أنت؟ آدم وقتها حاول أن يختبئ من وجه الله، ومنذ ذلك الحين وجميع أبناء آدم يهربون من هذا السؤال، يحاولون الاختباء، ولكن هل يجدي؟ مشهد مهيب هذا الذي صوره لنا الرب يسوع في إنجيل متى الإصحاح 25. مشهد يقتضي أن نسأل أنفسنا نفس السؤال قبل أن نسأل عنه في اليوم الأخير، في اليوم المهيب: أين أنت؟ ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه؟ فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. كلنا حين نسمع هذا التقييم وحين نستحضر هذا المشهد إلى أذهاننا، نتخيل أن التقييم أصعب ما يكون وأن دخول الملكوت بعيد عنا. لكن حين نستمع إلى الوحي الإلهي كيف ومن يرث الملكوت تستنير أذهاننا. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، ارثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. ثم يستكمل الوحي الإلهي المشهد المهيب بمن سيكون عن اليسار. يقول الرب: اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تزوروني. حينئذ يجيبونه هم أيضا قائلين: يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو عريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ فيجيبهم قائلا: الحق أقول لكم، بما أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية. والآن علنا لا نكرر خطأ أبينا آدم ولا نختبئ من السؤال: أين أنت بين هؤلاء، عن اليمين أم عن اليسار؟ فأين أنت؟
استاذ مجدي، زي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله نعم ربنا. الحمد لله. طمني على اخبار رجل حضرتك. دي حادثه بقى لها حوالي 5 سنين، شريحه ومسامير، وشلنا الشريحه والمسامير، وعشان السكر جرح لغايه دلوقتي مفتوح ما قفلش. من 5 سنين؟ من 5 سنين، 6 سنين كمان. طب كان الحادثه دي سببها ايه او حادثه ايه؟ ناس دخلوا عليا كسروني ونزلوا. ده يعني ما عرفش شكلهم حتى، ما لحقتش تشوف شكله، مفيش اي حاجه. كانت ناس يعني زعلانه او متضايقه، ولا كانوا جايين بغرض مثلا سرقه او كده؟ عشان انزل اسيب الشقه وامشي. كانوا عاوزين الشقه يعني. فضربوك في رجلك؟ في رجلي. ومن ساعتها ولحد النهارده عملت عمليه ودخلت المستشفى تاني، عملت عمليه كذا عمليه برضو، وجرح لغايه دلوقتي مفتوح ما قفلش. دي من سكر. من اول الركبه ولا؟ لا، حته من تحت صغيره. من عند قصبه الرجل. أيوة. كده ولحد النهارده حضرتك بتعالجها باستمرار؟ والسكر عامل عمليه فعشان كده. ومحتاجه عمليه تانية ولا هي محتاجه بس الجرح يقفل؟ كان في دكاتره قالت عمليه ترقيع عشان يقفلوها، دخلت برضو ما نفعتش عشان السكر وعشان الاورده مش ماشي فيها الدم. وهي اللي مخليه انه الرجل لونها مش عادي زي. أيوة. بقيه الجسم. طب وهي ما كانش ينفع حاجه زي تسليك للاورده؟ لا ما تنفعش. حضرتك كنت قبل التسجيل قلت لي انه عينيك برضو فيها مشكله، في ميه بيضة وشبكيه ورشع في العين. ده في العينين الاثنين؟ لا، العين الشمال. في العين الشمال. طب ودي بتحتاج ايه دي يا استاذ مجدي؟ دي عمليه بس مكلفه مش رخيصه يعني. تبقى عمليه ميه بيضة الاول، ميه بيضة وزرع عدسه والرشع بتاع العين بتاع شبكيه. طب وده المفروض كله بيتعمل في وقت واحد؟ وقت واحد. تتعمل كله مع بعض ومش على مراحل؟ لا، مرحله واحده. هي مشكلتها في الفلوس. الفلوس مبلغها غالي. احنا بنصور مع حضرتك هنا في دار مسنين. يا ترى حضرتك هنا في الدار بقالك قد ايه؟ بقالي بتاع 4 سنين تقريبا. اول مره تيجي هنا يعني؟ من 4 سنين. من 4 سنين. ما كنتش في يعني، كنت سبت شقتك وجيت هنا رحت دار تانية، بس عشان رجلي وعشان عندي ضغط وسكر وكده، ف يعني ناس معرفه جابوا لي هنا على اساس يبقى تحت رعايه المستشفى. محتاج اشرف في اي وقت موجودين وكده. بالظبط. طب وطول الفتره ديت لما كنت في الدار الاولانيه كان ساعتها كانت رجليك تعبانه؟ تعبانه برضه، بس ما فيش رعايه صحيه هناك. وممكن ده يكون اخر علاجها؟ اخر العلاج بتاع رجلي. طيب مين كان بيقوم برعايه حضرتك قبل ما تدخل الدار الاولانيه؟ ربنا، ما فيش حد بيرعيني، ماليش حد خالص. طيب هو حضرتك وصلت البرنامج اين انت ازاي؟ عن طريق مديره الدار، اتصلت استاذ مايكل وهو اللي ابتدى يدفع لي الاقامه يعني. يعني حضرتك هنا كنت قاعد في الدار الاول ولا جيت بعد ما اتفقوا مع اين انت؟ لا، انا جيت دفعنا يعني، قرايبي لموا فلوس ودفعوا اقامه شهر، بعد كده همشي. فمديره الدار قالت، كلمت الاستاذ مايكل وجي شافني واتكلم معايا واتفق على اساس هو يدفع الاقامه على طول. طيب وتكمل هنا في نفس الوقت تكون في رعايه المستشفى اللي موجوده في الدار هنا؟ الدكاتره في اي وقت بيبقى في دكاتره 24 ساعه. حضرتك كنت بتشتغل ايه قبل كده؟ كنت بشتغل محاسب، بس قدمت استقالتي واشتغلت في قطاع خاص. والقطاع الخاص من بعد ما تعبت سبته ولا؟ لا، قبل ما اتعب كمان. قبل ما تتعب كنت سبته؟ حسيت انك كبرت يعني مش قادر تشتغل ساعتها؟ مش قادر بقى وتعبان وكده، السكر والضغط برضو مقصرين، فعشان كده سبت. وما قدرتش وقتها تأمن تأمين كان في الشركه القطاع العام، بس كلام فاضي يعني. يعني تقصد المعاش اللي بتاخده بسيط 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 فوق الوصف يعني؟ لانه ممكن عشان المده اللي حضرتك اشتغلت فيها في القطاع العام. أيوة. كانت قليله. قليله. نفسك تقول ايه او نفسك تطلب ايه؟ والربنا موجود. وهو ربنا موجود في كل وقت. بس هقول ايه؟ تقول نفسك في ايه؟ في طلبك في ايه يعني؟ نفسي ربنا يشفيني لا اكتر ولا اقل. ربنا يشفيك ويديك الصحة، ربنا يقويك وتقوم بالسلامة. والواحد هنا يعني مش محتاج غير بس الشفاء من عند ربنا يعني. أمين. إقامة ممتازة، أكل كويس، نظافة، يعني كل ما تتخيليه موجود هنا. محتاج رجلك ترجع زي الأول. رجلي وعيني بس. وعينيك. لكن الضغط والسكر مقدور عليهم؟ مقدور. اهو باخد انسولين وباخد ادويه ضغط وكده وربنا موجود. مين بقى بيجي يسال عليك هنا؟ مفيش حد صدقني. مفيش قرايب؟ مفيش
مفيش حد خالص، ولا اخوات ولا عمات ولا خلان ولا حد. معاك ربنا. معايا ربنا احسن من اي حد. وبتهيألي انه نعمه من عند ربنا انك تكون قاعد في وسط ناس هنا هو بتونسوا بعض. ناس الاخلاق والادب وكل حاجه صراحه. ربنا يكمل شفاك على خير. شكرا. ربنا يعني اقول لك يكون الشفاء على ايد الرعايه هنا هوت في الدار اللي حضرتك قاعد فيها. رعايه فوق الممتازه صراحه يعني. طب حسيت من ساعه ما جيت هنا نعم. انه في تقدم في رجلك انها احسن؟ السكر بيزيد فما فيش، وبعدين الشرايين مسدوده زي ما ستك شايفه السواد ده. فما فيش فايده يعني. الرجل بالرعايه لسه ما حسيتش بتحسن فيها. وربنا يقدم اللي فيه الخير ويبعت اللي العمليه اللي تقدر تعمل بيها عنيك. ربنا موجود يعني. انا ان شاء الله بتمنى ان شاء الله المره الجايه نيجي نصور حضرتك وتكون عملت عمليه عينيك. ادعي لي. ربنا معاك. ربنا يوفق. احنا اللي محتاجين صلواتك. عفوا. حياه الوحده خنقتني. اخواتي مش معاي، والدتي مش معاي، من النهار كله قاعده وسط الحيطان. النهار كله قاعده وسط الحيطان. ربنا ما بيسيبناش. احنا ما حدش بياخد بيوت معاه ولا حاجه معاه. يعني مجرد انك انت ما تزورش مريض دي ممكن تضيع من الملكوت. تضيع من الملكوت. تضيع من الملكوت. يا رب انزل لتعبي. يا رب انزل لتعبي. يا رب انزل لتعبي. يا رب انزل لتعبي. نفسي افتح. عايزة اكل. اربع شهور ما اكلتش لحمة انا وولادي. وانا ما حلتش حلال. ما حلتش حلال. نشكر ربنا في كل وقت. المخلوق يتخلى ربنا يتولى. المخلوق يتخلى ربنا يتولى. يا مولاي حينا بينهم تنزع البغضاء منهم والخصام. كنت يا قدوس قلبا مشفقا فملأت الكون حبا وسلاما. كنت رجلا لكسيح ويدا لأشل وأبا بين اليتامى. قد أقمت الميت والأعمى رأى والطريح المقعد اشتد وقام. مر المسيح بين البشر والمحتاجين للشفاء شفاهم، والمطروحين والحزانة إله العزاء هو فعزاهم. ونحن من تبعناه ونادينا وقلنا إننا أحببناه، أين نحن من كل هؤلاء؟ ماذا فعلنا؟ ماذا سنفعل؟ وماذا نرسل للسماء؟ أين أنا؟ أين أنت من هؤلاء؟